الركن الأول من أركان الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. حلها الركن الله الله هيت إيمان دلر. كيف نؤمن بالله؟ تا الله هيت إيمان مو دلوي. نؤمن بتوحيد الربوبية. ويتنس إيمان دول توحيد ربوبية تنساني. وتوحيد الألوهية. توحيد ألوهية تنساني. وتوحيد الأسماء والصفات. إشت توحيد الأسماء والصفات. ونؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى. إشت وإيمان دو إيمان دلوي الله خلرت. لأن الله سبحانه وتعالى دل على وجوده أدلة كثيرة جدا. هون إج الله هو شاخلرة وين تقو دليلش دالدنا. منها العقل. أتدليلش ثاني حقيقل دعون. يستحيل أن يأتي عاقل إلا ولا بد أن يثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. حقيقل دلشك كي تروحون بوغ تقيتي شاتحونا هردلك. هديرك قلنا دول همشي يقلن تعخلوا يشقون يلا. نعم، وكذلك الحس تكون مثلا في كرب وشدة تدعو تجد أن هذا الكرب يذهب، هذا دليل محسوس ملموس يدل على وجود الله سبحانه وتعالى. إيش ت حدك تروحون خال ردوعوني بو خالعوني حدك تروح بو مثلا تعين بلدي عياشينا مل الله قيق ولق شابقة. كذلك الفطرة، الفطرة كل إنسان مفطور على وجود الخالق. إشتهر أدم شيء قل نتاني شيء يستيستوى ألجأ أرسم تاع تون خلق تون خلق تون الله خلر. الرابع الأدلة من الكتاب والسنة كثيرة جدا على وجود الله سبحانه وتعالى. القرآن شو شو دليل شدينه من الله خلر.